مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 220 من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 21 من شهر أغسطس 2019 وتنتهي في 20 من نفس الشهر، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.90% مقارنة بسعر 3.09% للإصدار السابق بتاريخ 17 من يوليو 2019، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 194%. أظهرت البيانات المالية للبنوك المدرجة ببورصة البحرين ارتفاع الأرباح بنسبة 4.9% بنهاية الربع الثاني لعام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018. المزيد من التفاصيل مشاهدينا في سياق التقرير التالي. نجاح يتواصل لقطاع البنوك التجارية في مملكة البحرين عبر تحقيقها لنتائج مالية غير مسبوقة في تاريخها، وذلك يرجع في المقام الأول لمتانة السياسات والاستراتيجيات التي تضمن متانة هذا القطاع ونموه بصورة مستمرة. وبلغت أرباح البنوك التجارية المدرجة في بورصة البحرين خلال الربع الثاني من العام الجاري 96.97 مليون دينار. بنك البحرين الوطني، البنك الرائد في المملكة، حقق أرباحاً صافية قدرها 40 مليون دينار بحريني بزيادة نسبتها 8.7%. وعلى مستوى نتائج بنك البحرين والكويت، فقد زادت أرباحه العائدة على المساهمين بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 20 مليون دينار. وبخصوص نتائج مصرف السلام البحرين، فقد سجلت نمواً بنسبة 63.4% لتصل إلى 6.7 مليون دينار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما زادت الأرباح العائدة على مساهمي بنك الأهلي المتحد بنسبة 1.1% لتبلغ 69.2 مليون دينار. هذا وانخفضت الأرباح العائدة على مساهمي مصرف البحرين الإسلامي بنسبة 18% بالربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى نحو مليون دينار، فيما هبطت بشكل ملحوظ أرباح المصرف الخليجي التجاري بنسبة 96.9% لتصل إلى 17,000 دينار. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد تقدم مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات اليوم بنسبة 0.35% مقفلا عن مستوى 1534 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعي البنوك التجارية والفنادق والسياحة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,823,000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 800,000 دينار تم تنفيذها من خلال 67 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات بقية البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 0.3% تقريبا بدعم من ارتفاع مؤشر قطاع الإعلام والترفيه. أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت فقد أغلقت بتقدم من نسبته 0.55% حيث شهدت المؤشرات ارتفاعا بشكل شبه جماعي. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدم نسبته 0.82%
مع صعود قطاعي الاستثمار والخدمات المالية. أما سوق دبي المالي فقد تراجع بنسبة 0.06% وسط تراجع لقطاع الاتصالات بشكل رئيسي. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على ارتفاع نسبته 0.54% مع تقدم أغلب مؤشرات البورصة العمانية. أكدت وزارة المالية في الحكومة المصرية أن تقرير مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027 ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم يأتي انعكاسا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر. وأوضحت أن التقرير يؤكد أيضا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر التركيبة الاقتصادية. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. محلل يدعو لشراء الذهب عند أي سعر معتبرا أن المستثمرين سيحققون مكاسب على المدى الطويل. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخاوف بشأن ركود محتمل في الاقتصاد متهما الصحافة بصناعة أزمة وبذل كل ما بوسعهم لتحطيم الاقتصاد حتى لا يفوز في انتخابات 2020. وقال ترامب إنه إذا كان الاقتصاد سوف يعاني من أي تباطؤ فإن سبب ذلك يرجع إلى اضطراره لمواجهة الصين ودول أخرى. واتهم الرئيس الأمريكي دول الاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة بشكل سيء للغاية اقتصاديا. وما زلنا في أمريكا، حيث أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن البيت الأبيض يدرس بعض الإجراءات لتجنيب الاقتصاد الركود على الرغم من إصرار الرئيس دونالد ترامب على أن الاقتصاد في حالة صحية. وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن كبار مسؤولي البيت الأبيض يدرسون عدة خطوات لتحفيز الاقتصاد بما في ذلك خفض ضريبة الرواتب مؤقتا لزيادة الرواتب الشهرية للعمال. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن إزالة بعض الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على السلع الصينية هو أيضا قيد النظر. يفقد اقتصاد منطقة اليورو الزخم بشكل سريع، وعلى الرغم من ذلك فإن النمو في عام 2020 قد يكون مدعوما بعدد أكثر من أيام العمل. ومن المتوقع أن يكون هذا غير كاف للتصدي لتباطؤ الاقتصاد، فمن المرجح أن تساهم أيام العمل الإضافية ب 0.2% من نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل بحسب تحليل نشره بنك الاستثمار ING. وبدون هذا التعديل سيظهر النمو وتيرة متذبذبة للغاية، حيث أن بعض الفصول يكون فيها أيام عمل أكثر، كما أن بعض الأنشطة الاقتصادية تكون عادة أضعف في موسم معين مثل البناء خلال فصل الشتاء. تراجع الملاذان الآمنان الين والفرنك السويسري مقابل الدولار مع تحسن الشهية للمخاطرة بعد اضطراب على مدار أسبوع، وذلك بفعل الأمال في أن تطلق البنوك المركزية الرئيسية إجراءات تحفيز جديدة لدعم اقتصاداتها المتباطئة. وانخفضت العملة اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار، في حين نزلت العملة السويسرية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مقابل نظيرتها الأمريكية. وكشفت الصين كذلك عن إصلاحات على سعر الفائدة من المتوقع أن تقلص تكاليف الاقتراض على الشركات، مما ساعد في رفع معنويات السوق. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي عالم المعادن، دعا محلل لشراء معدن الذهب عند أي سعر معتبرا أن المستثمرين سيحققون مكاسب على المدى الطويل مع اتجاه البنوك المركزية العالمية للتيسير النقدي. وقال مارك موباس مؤسس شركة موباس كابيتال بارتنر في تصريحات لوكالة بلومبرغ أن الأفاق طويلة الأجر للذهب تشير لصعود ملحوظ، مع حقيقة أن المعروض النقدي من المتوقع أن يرتفع. وفي الشهر الجاري سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى
في أكثر من 6 سنوات مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية ضد الصين.